كيفكم؟ احنا من قناة حلقة دي اللي من جديد راح يكون عن لو خيروك الجزء الثاني. اوكي هلا لو خيروك احنا الاثنين راح نخير بعض. انا بخير انور تنين انا وانور بخير تنين انور. هلا انا من اربع لو خيروك انا جهزت لتنين انور جهزت لتنين ولا حدا بعرف شو هو لو خيروك. بس هلا انا راح ابلش اول. هلا هلا اول لو خيروك انا جاهز. لو خيروك تتسلق هاي الحديدة شايفها لفوق على اشي او تاكل ليفة طبعا تتسلق هاي الليفة هاي رح انا رح تسلق فوق. يلا سيف يا خبر انت انفع تغير رأيي مش قادر يتسلق ولا متر عشان يتسلق. استني ولا متر تشوفي قصدي ولا سنتيمتر ولا مش واحد. انا بدي اركض من زمان انا بدي من هون هيك ده راح يجري من هون عشان يروح يتسلق. يلا خلصني بدي اكل ليفه. خلاص غير رأيي ده ياكل ليفة. ليفة جهزت لك اياها انا. وين روحت؟ هاي بس ده اغسل اياها مش بني عليها دود زي ما انت عنوات مغسلة. اذا شفتوا الفيديو جولة بالهلا حديقة تيتا هي هاي المغسلة هلا كل اللي خيرك بالحديقة هاي حلوة كتير لأنها كتير بحبها. أظن كل لقمتين كتير هي أكل كزمة كلها كمان واحدة. يلا دي عمورة يلا زدتها على الأرض. أوكي أوكي دور أنور يخيرني. الله يستر. أنور بدي يسألني. يلا أنور اسألني. تاكل من هذا خوخ صغير طبعا أو تمسك هذا الورد السام. أنور على فكرة أنت مسكته هلا بتتسمم يا حبيبي. مستحيل أكل هذا الإشي بتمي أحطه. هذا مش على فكرة ما بعرف شو هو. حمسك الورد السام قولوا مصر شو يصير فيه. واحد اثنين ثلاثة خايفة بكل يصير شوي 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 بحط كهلا ده. راح اغسل ايدي عشان انا خير انور. هلا انور تعال مستعد. هلا لو خيروك بتاعي انا تهز الشجرة هيك وهيك 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 او تاخذ عودة اي عودة بتلاقيها على الارض وتغني يعني زي كأنك يعني هيك تعمله زي مايكروفون وتغني اي اشي. طيب يلا شو اهز الشجرة. يلا تعال اي شجرة بدك تهز. هاي هز هاي الشجرة. خلاص خلاص كيف يلا تخلعها. اوكي هلا دورك يا سيدي. يلا يلا خلص. يلا انور يلا خلص. طلعت عنبة صغيرة مش مرة 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 مرة, 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 مرة وتاكلها او تحكي ثلاث مرات عنها بلا بنحضر. لا الجيران بسمعوني هلا. طيب احكي ثلاث مرات عنها بلا صوت عالي ولا عالي؟ عالي. اوكي الله يستر. بسم الله يا شرير انت. انا هبلانة هبلانة هبلانة. اوكي هلا خلينا ننتقل. خلصنا. اوكي وبس هذا كان فيديو اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم وحبيتوا. اذا حبيتوا لا تنسوا لايك وسبسكرايب وكومنت وشير ولا تنسوا تعملوا هاشتاج حلوة تصير والدات للشيء المشترك. وسؤال اليوم هو شو اكثر لو خيرك حسيتوه سعيد. بس باي باي.